وللحديث أكثر عن مشاركة الناقلة الوطنية في المعرض معنا عبر الهاتف القبطان قاسم إسماعيل الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات التشغيلية بشركة طيران الخليج. نرحب بك قبطان قاسم في نشرة الأخبار ونتحدث عن دعم الناقلة الوطنية طيران الخليج لمعرض البحرين الدولي للطيران. أولا أشكركم للاستضافة. ودعم طيران الخليج لمعرض البحرين للطيران، طبعا الدعم هذا يقدم منذ تأسيس المعرض في سنة 2010، وهذا من منطلق المسؤولية الوطنية مثل ما ذكرتي، وأيضا لدور معرض الطيران في تعزيز مكانة البحرين كمركز عالمي في مجال الطيران. نعم. وتمثلت المشاركة هذه السنة من خلال مجموعة طيران الخليج القابضة، شركة طيران الخليج وذراعها التدريبي أكاديمية الخليج للطيران، وأيضا شركة مطار البحرين كرعاة ذهبيين للمعرض. وأيضا شاركنا في المعرض من خلال العرض ومن خلال طائرة دريم لاينر وأيضا المعرض. نعم، في سياق ما ذكرت، إلى أي مدى يسهم معرض البحرين الدولي للطيران في تعزيز قطاع الطيران؟ طبعا هو منصة مهمة للالتقاء بكبريات الشركات العالمية وعقد الصفقات، ومن ثم تحقيق رؤية البحرين 2030 والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل. طبعا رؤية مجموعة طيران الخليج وأيضا رؤية مملكة البحرين في أن نصل البحرين بالعالم ونجلب العالم للبحرين، وهذا المعرض في صميم هذه الرؤية، ويعني وهذا يجعل البحرين وجهة عالمية في مجال الطيران. نعم، القبطان قاسم إسماعيل الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات التشغيلية بشركة طيران الخليج، شكرا جزيلا لك.